بنتي تيجي ما قبلنيش راجلها. حملت تكرفس عليه واحد هو اللي كان كيجيب الصداع، قارني ما لقيت فين نمشي. وحليت عيني وحليت عيني، والدي ميتين. داخل جدران هذا المركز توجد نساء اختلفت قصصهن لكن معاناتهن واحدة، نساء هربن من ضروب التشرد وقساوة الحياة. رسم الحزن والقلق ملامحا على محياهن، منهن من قفلت أبواب الأهالي في وجههن، أخريات القدر اختار لهن طريقا آخر. شنو السبب؟ كنت ساكنة في الكاريان، وملي كنت ساكنة في الكاريان شحال وانا ساكنة فيه كابرة فيه، ونهار اللي جا لي حصا وجا كل شيء ركبوا لقى المحال ما عطاوني استفادة، والمحال ديالي وداه خويا ولادو ما اللي داو استفادة وتحولوا، وانا ما عطاونيش خرجوني كندور، معيت فين جريت معيت فين درت البراوات ما خليت كي درت ما خليت فين شكيت ما خليت ما عطاوني والو. 4 سنين كندور مشي عند الناس دعاء اللي نعرف وصحاباتي وداك الشيء نبرك عندهم شي شويه ونعقب نخرج نمشي عند الاخرون وندوز الكون تعيت. مشيت للعرب قعد خواتاتي ما قبلونيش، قالت لك سيري عاد بنتك، بنتي تاهي ما قبلنيش راجلها. طرت في الزنقه وما عديتش فين نجلس، صافي ما لقيتش فين نجلس، ما عدي فين نمشي، عائلتي ماتوا ومي با ماتوا، صافي ولدت ولدي الاول جلست في جمعيه، مني جلست في جمعية عاوتاني خرجت للزنقة، حملت تكرفس عليا واحد، حملت صافي ما لقيتش فين، داخت بيا ما لقيتش فين نمشي وانا نجي لهاد الجمعية. نعست في المحطة، نعست في الزنقة، نعست حدا عساسة، جيت الفيلات نعست في الوازيز، جيت الفيلات بزاف داز عليا العذاب. تعميت صافي وانا نخرج فحال. جلستي شوية في الزنقة ولا جيتينيش أنا هنايا؟ لا لا كنت في الزنقة. شحال بقيتي في الزنقة؟ شي شهرين. شهرين متي ساكنة؟ نعم. عاودي لنا على هاد الشهرين كيفاش دازو؟ دازو كانوا عطونا الناس ما ناكلو وما نشربو وما نديرو باش نتكساو ونتصبطو ونغسلو. وحليت عيني وحليت عيني، والدي ميتين، وبقيت عند كان عندي خالتي بقيت عندها. صافي واحد النهار خرجت من عندها تضربوني بزاف، ملي خرجت من عندها بقيت 3 ايام في الزنقة، ومن بعد جابوني عند ماما عزيزة. المسؤولة الإدارية تحرص دائما على تفقدهن والوقوف على احتياجاتهن، فالمركز دائما ما عود نزيلاته على تعليمهن وإدماجهن داخل المجتمع المدني وفقا لما أكدوه. حاليا عندنا 36 نزيلة، عندنا العدد كيتزاد وكيتنقص على حساب اللي لقينا العائلة ديالها ولا الإدماج ولا شي حاجة كنوصلوا عند عائلتهم وكل شيء. في جائحة كوفيد 19 سيد عامل عمالة مقاطعة عين 7 الحي المحمدي ليه جزيل الشكر، هو اللي خدا هذه المبادرة طيبة وجمعت النساء المتشردات بدون مأوى والرجال المتشردين، و خدينا هاد المركز في هاد الجائحة باش قبلنا هاد الناس باش ما يبقوش في الشارع، ودارت مؤسسة جمع فيها الرجال. دابا الحمد لله الحالة ديالهم الأحسن، درنا ليهم التكوين في الطبخ والحلويات، الفصالة والخياطة، الأعمال اليدوية، السيراميك، باش ما يبقوش غير باركين، باش حديرين شراكة مع التعاون الوطني باش يستافدوا من دبلومات ويخرجوا سوق الشغل، وكل وحدة تكون البيت ديالها ما تبقاش غير باركة، ماشي تجي تاكل وتنعس وتفيق غير باركة ما كدير والو. شنو أصعب الحالات اللي دازو عندكم؟ أصعب الحالات اللي دازو عندنا هما النساء اللي عندهم مرض عقلي، هادو هما أصعب، والحمد لله راك شفتيهم دابا بالدواء الأحسن، ومشكورين حتى وزارة الصحة والطبيبة اللي كتواكبهم ولا الطبيبات حتى هما اللي كيواكبوا. الحمد لله من نهار اللي جينا لهاد السونتر تنديروا ليهم حصص ديال الطبخ، مي تدوز الحصه في احسن ما يرام، والحمد لله الدريات تيستجبوا معنا
وتعلموا شويه بشويه لانهم ما كانوش يعرفوا حتى شي حاجه والاغلبيه ما تيعرفوش لي يكتبوا ولا يقراوا ولا حتى شي حاجه. تنمشيو معاهم تدريجيا شويه بشويه. وشنو هي الامور اللي تعلموني بالنسبه للطبخ؟ الحمد لله تعلموا لي كيك الحلويات، تعلموا لي كيك، تعلموا الحوايج اللي هما تيداروا في الكوتي سيغتو مي الطبخ. كاينين النساء اللي عندنا اللي تيديروا الطبخ. رغم كل ما مر في حياتهن إلا أنهن قررن بدء حياة جديدة وإغلاق باب الماضي الأليم بصفة نهائية. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في العشان فبراير وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.